البخاري. فالإمام مسلم وهو بيشرح الحديث دوت قام قايل لك ممكن يكون قاعد في أوضة لوحده ومش خاليًا، وممكن يكون في وسط 1000 واحد وخاليًا. روحي لوحدك، أنا جاي يا رب لوحدي، أنا رب الركعتين دول أنا وأنت لوحدينا، أنا يا رب الوقت ده دعاء أنا وأنت لوحدينا، أنا يا رب فترة الذكر دي خاليًا. ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه رغم إنه قاعد في وسط 10. ده المعنى الثاني، ده من معاني العشر الأواخر، ده من الفهم عن الله. يبقى تاني، لو ألهمك دعوة لم تخطط لها فقد أراد لك الإجابة فامسك فيها. اثنين، اذهب إليه خاليا تجده قريب مجيب، كن نسخة منفردة كما خلقك نسخة منفردة. التالتة، أعلى درجات التوفيق أن يدفعك إلى مساحة خير جديدة لم تخطط لها. في نوعين من التوفيق الرباني، انك تخططي الحاجه فيوفقك ليها، تخططي ودعيتي يوفقك ليها، بس بقى اعلى 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 درجات التوفيق انك لا خططتي ولا فكرتي ويقوم دفعك لمساحه فيها خير. مين الشاطر يمسك فيها ويدخل ويجري، لان ممكن دي تاخد عمرك كله. فما دفعك لها في هذه طب وايه اللي جاب الحكايه دي مع العشر الاواخر؟ لان دي ايام الفتح، لأن رمضان اسمه شهر الفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يصنع الفارق في حياتك. طب ويصنع الفارق إزاي؟ يدفعك لمساحة جديدة. بصي علي، يعني إيه من ذكريات أبوك؟ أنا الوقت اللي أنا طلعت فيه ما كانش فيه حاجة اسمها داعية، كلمة داعية أصلا ما كانتش موجودة. يعني هو في علماء الأزهر يتكلموا، أزهريين بزير الأزهر طبعا، والأزهر له كل التقدير طبعا والحب، لكن كلمة داعية مش موجود. فاكر ازاي انت كنتش موجود اصلا؟ انا مستغرب. يعني انا سمعت، انا فاكر، وبعدين انا عايز اكمل كلامي وبعدين غلس يعني. المهم فما كانتش موجودة، فانا مش ممكن دايما انت بتشوفي صورة وتحاولي تعملي زيها، ما كانتش موجودة الصورة. عمري ما تخيلت لا تلفزيون ولا اصلا انا يعني انا اكلم في وسط الناس. ما انت كنت بتعمل ايه؟ انا بقرا 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 واحفظ 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 في القران واحفظ احاديث واقرا كتير جدا 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 واقعد في وسط اصحابي اتكلم لغايه ما جه رمضان. ما هو اللي عمل الفارق في حياتي. جه رمضان 1997 حاجه زي كده، كنت انت مش موجود خالص يعني. وبصيت لقيت المسجد في نادي الصيد اللي انا طول النهار بلعب فيه كوره وبلعب فيه راكت ومش عارف وايه، وبقعد بين الترابيزات اتكلم في الدين، في امام بيدي الكلمه بتاعه التراويح في نادي الصيد، بنصلي 4 ركعات وبعدين كلمه وبعدين 4 ركعات. الامام ده كان بيقول كلام جامد جدا، بس بعد 10 ايام لما الناس بدات تتلم وتتجمع جالت له سفريه لامريكا، قام واخد بعضهم مسافر، فمش لاقيين حد يطلع يتكلم لان كل الائمه بقوا موجودين في مساجد. فواحد قال ده في ولد، الراجل ده انا فاكره لغايه دلوقتي، ده في ولد بيقعد بين الترابيزات بيقول كلام كويس. قالوا له ولد ولد انت بتقول ايه؟ قال له بس نجيبه بكره لغايه ما نلاقي حد. قالوا تعالى يا ابني انت تيجي بكره، بس يا حبيبي ما تتكلمش اكتر من 5 دقايق عشان ما تفضحناش، وايه وتيجي بكره وتروح. والله يا علي تقول لي ايه اللي وداك؟ دفعني دفعني لمساحة عمري ما كنت أحلم بيها. والله علي إيدي بتتهز كده، والله العظيم إيدي بتخعش، وماسك الميكروفون وإيدي مش عارف أمسكها، لدرجة مسكتها كده بقيت ماسك في الخشبة علشان أجمد شوية. مية مية من جوه، بحرق بحرق، مية مية مش عارف أتكلم، ونفسي مش عارف أجيبه، وحالتي حالة. تقولي طب وكملت ليه؟ فاكرين حلقة الخوف أم التوكل؟ دست خدت خطوة وربنا دفعني، خلصت. قالوا الله الولد ده بيتكلم، انا مش عارف انا كنت بقول ايه يعني اصلا، يعني الولد ده بيتكلم حلو، هاتوه بكره، هاتوه بعده، هاتوه بعده، هاتوه بعده. كملت رمضان يكمل بعد رمضان لغايه النهارده. رمضان يصنع الفارق. لو زقك لمساحه خير جديده اجري اجري وادخلي، ومعلش وتغلبي على قلقك شويه، معلش هيفتح لك هيفتح لك. ده ممكن يبقى عمرك كله، انا عمري كله راح من اليوم ده، اتغير مجرى حياتي. رمضان يصنع الفارق. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع والاخير هو القابض الباسط.
فإذا قبض فاثبت على بابه واستمر في السعي، وإذا بسط فاجري خذ أكبر مساحة لما بسطه لك. أما أهو ده فهم عن الله عجيب. الحياة كلها قبض وبسط. أسماء الله الحسنى هي مرآة الكون، فاسم القابض الباسط يسري في الكون كأسماء الله الحسنى، فعلى طول الحياة فيها قبض اقفل وبسط افتح. الرزق يمسك عنك الرزق سنة ويبعت لك رزق السنة في يوم. تقعد سنتين بتلف حوالين نفسك قبض 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 ويبعت لك شغلانة بسط العمر كله. الرزق الوقت، تقعدي 3 أيام مخنوقة ومقبوضة وتقعدي ساعة مع أصحابك تقولي كأنها الدنيا واللي فيها، قبض وبسط قبض وبسط كل حاجة قبض وبسط. طب والعشر الأواخر؟ العبادة. في ناس تيجي تقولي أنا مش حاسة بحاجة، أنت عمال تقول لنا كلام كبير وأنا مش حاسة بأي قرب من ربنا، أنا تعبانة، أنا مش حاسة بالحلاوة، أنا مش قادرة أكمل، أنا مش قادرة أتعبد بالطريقة اللي أنت بتتكلم بيها، أنا وحشة، أنا وقفت عبادة، أنا حاسة أن أنا مش نافعة، مش فاهمة قوانين القبض والبسط. لو هي فاهمة قوانين القبض والبسط ما كانش كده. طب هو بيقبض ليه وبيبسط ليه؟ يبسط عشان يدوقك حلاوة القرب منه. شايفة الخشوع، شايفة القرب، شايفة إشراق الروح، شايفة الدموع، شايفة حلاوة البكاء من خشية الله، شايفة الإحساس العميق. طب ولما يقبض يقبض ليه؟ هو أنت ما بتعبدينيش غير عشان تدوقي اللذة؟ هو أنت ما بتعبدينيش غير عشان تعيطي؟ هو أنت لو ما عيطينيش توقفي دعاء؟ هو أنت لو ما حسيتش بالحلاوة بتاعت البسط هتمشي؟ لما ده اختبار. لا يا رب. افهم قانون التعامل مع القبض والبسط في العبادة. لو قبض واقف على بابك، يا رب انا مش ماشي، اعيط ما عيطش، احس ما احسش، اخشع ما اخشع، يا رب انا مكمل معاك، هفضل عبودك، ان شاء الله يخلص رمضان وانا ما دمعتش ولا دمعة، انا مكمل معاك، انا مش هوقف، انا فاهم قانون القبض. طب ولما يبسط كمان بقى، يعني يصلينا ركعتين، لا مش في بسط، خليهم 4، مش مبسوطة، طب ما تصلي زيادة، طالما مبسوط مش دايس على نفسك، وانت دايس على نفسك، لا انا مبسوط، طب ما تزود، ما انا تصدقت صدقة، مش لسه معاك وتقدر تصدق، طب ما تخليهم زيادة، ما انا دعيت النهاردة، طب انت حاسس بايه؟ انا قلبي مقبل عربي، يعني مدعي زيادة، ده وقت اجابة، اجري اجري، خد مساحة، خد مساحة، اسبق، يلا طير. على فكرة الكلام ده في العبادة وفي الرزق كمان. لو قبط اوعى تمشي وتقول ما هي مش نافعة وتحبط، وقف على بابه واستمر في السعي وخبط. طب ولو بسط افتح شركة وشركتين وزود الفلوس وشغل ناس أكتر وأكل ناس أكتر واعمل خير أكتر. الله على قانون القبض والبسط. عايز مرونة في التفكير، عايز فهم الأول، شوف الفهم عن الله. طب وده إيه علاقته برمضان؟ ما العشرة الأواخر كلها هيحصل فيها الاثنين، هيجي أيام قبض وهيجي أيام بسط. تيجوا نفتكر الأربعة، حلوين الأربعة. الأربعة هيحصلوا في العشر الأواخر يا جماعة. اللي أنا بقوله لكم النهاردة والله ما مجرد كلام، والله الكلام ده مش في الكتب، والله العظيم ده خبرة 40 سنة رمضان. اللي شفته في 40 سنة رمضان ده اللي بيحصل. الأربع حاجات اللي أنا قلتهم دول، لو ألهمك دعوة لم تخطط لها فقد أراد لك الإجابة، امسك فيها. علاقتك بالله في العشر الأواخر خاصة جدا، اذهب إليه خاليا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، روح بنسختك الخاصة تجده قريب مجيب. ها التالتة كانت إيه؟ التالتة أعلى درجات التوفيق أن يدفعك لمساحة خير جديدة لم تخطط لها. ممكن ربنا يشغلك عنده في رمضان السنة دي، ادعي يا رب شغلني عندك، يبعت لك حد يقول لك ما تيجي تشتغل معايا في إطعام الطعام، تيجي تشتغل، ليه ما تشتغلش معانا في مشروع الإحسان اللي احنا شغالين فيه؟ ابعت وادخل على ihsanlife.com وشارك معانا واملأ الابليكيشن وخليه جزء من هذا المشروع، وتبقى مساحة ابتدت من رمضان. الرابعة والأخيرة، راقب قانون القبض والبسط. اوعى لو ما حسيتش بحلاوة العبادة تمشي، خليك واقف على بابه، هيفتح لك إن شاء الله، هيبسط إن شاء الله، بس يختبرك أنت بتعبدني ليه. ولو بسط يا بختك، زود بقى، لا مش كفاية ما توقفش، زود كمان، هناك اثبت لكن هنا زود وزود وزود. دول الأربعة. حلوة الفكرة.